كابتن، وقبل اي شيء وقبل ما نتكلم في اي شيء، الحقيقه النهارده ولاول مره في تاريخي انا على الاقل، او في تاريخ ناس كتيره جدا جدا جدا، تخيلوا حضراتكم ان احنا النهارده بنقدم التهنئه لمنتخب مصر لكره اليد للناشئين بعدما فاز بكاس العالم لكره اليد. تخيلوا حضراتكم ان احنا عشنا وشفنا بعينينا، قاعدين كلنا بنتفرج على المباراه النهارده، كل الناس كانت مبسوطه وكل الناس كانت فرحانه وكل الناس مش مصدقه ان منتخبنا لكره اليد للناشئين فاز بكاس العالم، مش بكاس امم افريقيا ولا بكاس كذا ولا بكاس كذا، لا بكاس العالم. الحقيقه النهارده كلنا فخر، كلنا سعاده، كلنا يعني انا واحد من الناس سعيد جدا 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 بما حدث. منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين بيفوز بكأس العالم. أنا الكلمة دي عايز أكررها كل شوية، كل شوية عايز أقول هذا الكلام. من زمان قوي، مش من زمان قوي، طول عمرنا ما قلناش هذه الكلمة. أنا شغال بقالي مثلا في المجال الإعلام ده 5 سنين أو 7 سنين. من 7 سنين أو من 6 سنين عمري ما قلت الكلمة دي. عمري ما فرحت الفرحة اللي أنا فرحتها النهاردة دي إلا في مباريات كرة قدم معينة يعني. فالنهارده ألف تحية ومليون مبروك الحقيقة لشبابنا أو ناشئينا في كأس العالم لكرة اليد وفوزهم بهذه البطولة. زي ما حضراتكم شايفين صور رائعة لكل النجوم اللي كانوا موجودين، أهلي، زمالك، شمس، هليوبلس، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي كانوا متواجدين، منهم 5 لاعبين أو 4 لاعبين من النادي الأهلي. الحقيقة كان لهم دور كبير ومؤثر في الفوز زيهم زي بقية زملائهم. مجموعة رائعة من الشباب، تنظيم رائع. أنا الحقيقة إذا كان هناك من يستحق أيضا التهنئة فيجب أن نهنئ اتحاد المصري لكرة اليد على هذا الإنجاز الرائع وهذا الإنجاز الكبير اللي احنا كلنا اتبسطنا بيه وكلنا فرحانين بيه جدا جدا جدا. شيء رائع وشيء مشرف. وزي ما قلت لحضراتكم احنا يعني في الآخر واحنا قاعدين مع حضراتكم كده بنقول لكم ان احنا فزنا بكأس العالم. يعني ده خبر حقيقي، خبر أو كلمة جديدة، خبر جديد عمرنا ما قلناه قبل كده وما اعتقدش ان احنا هنقوله تاني. يعني اتمنى طبعا ان احنا نقوله تاني كتير، ولكن من سنه 93 لغايه دلوقتي اول مره نقول الكلام ده، اول مره نقول الف مبروك لمنتخب من المنتخبات الجماعيه فوزه بكاس العالم. كاس العالم، مش كاس افريقيا ولا كاس سوبر ولا كاس مش عارف ايه، لا كاس العالم. الف مبروك يا شباب او يا ناشئين، شرفتونا ويعني خليتونا مبسوطين وخليتونا فخورين جدا جدا بيكم. رجاله انتوا لسه صغيرين سنا ولكن رجاله في كل شيء. قدر المسؤوليه اللي عملتوه هتفضلوا دايما في اعين كل المصريين. لكن انا عندي بقى الف مبروك طبعا وكلنا سعاده وكلنا فخر، ولكن اللي جاي ايه بقى؟ احنا عندنا 2021 كاس العالم ستنظم هنا في مصر ان شاء الله لكره اليد. اللي جاي ايه؟ الناشئين دول هيعملوا ايه؟ الناشئين دول هيكملوا بهذا الشكل وبهذا المنظر؟ هيكملوا؟ ارجو من وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ان هو يعملوا معسكرات مخصوصه للناشئين دول وللشباب بالمناسبه اللي صعدوا اللي وصلوا لثالث العالم ايضا. فعندنا حاجه ناشئين رائعين، عندنا شباب جيدين جدا، وبالتالي من المفترض ان احنا في خلال 2 3 سنين يكون عندنا منتخب قوي جدا جدا لكرة اليد. الدول الكبيرة والدول اللي دايما بتيجي نسأل عنها أو بتعرف إذا كانت هي دول بتخطط بشكل جيد ولا لأ، بتشوف منتخبات الناشئين عندها بتعمل إيه. احنا عندنا منتخب ناشئين خد كاس العالم في مقدونيا منذ قليل أو منذ كام ساعة فقط، خد كاس العالم. وعندنا منتخب شباب من أقل من شهر تقريبا وصل لثالث العالم، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك ترتيب جيد لمنتخبنا لكرة اليد علشان إن شاء الله إن شاء الله نشوفه أو نشوف بقى في 2021 نحن يكون عندنا منتخب قومي لكرة اليد، منتخب أول لكرة اليد يستطيع إن شاء الله أن هو يفوز بكأس العالم. ليه لأ؟ ما هو أنتوا خليتوا الطموح عندنا كبير جدا. كل الأسماء اللي كانت موجودة، ولكن أنا أتذكر الحقيقة لأن النهاردة
قعدنا اتفرجنا على المباراة ضد ألمانيا. عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخبنا الوطني وخد أفضل حارس في هذه البطولة. عبد الرحمن حميد هو حارس النادي الأهلي وأدى بشكل رائع جدا جدا جدا. مجموعة من اللاعبين الحقيقة يستحقوا كل التحية، يستحقوا كل التهنئة. أيضا أحمد هشام لاعب لاعب نادي سبورتنج، عشان الناس ما تفتكرش احنا بنتكلم على الاهلي بس، ولكن لاعب نادي سبورتنج خد افضل لاعب ايضا في هذه البطوله. شرفتونا رجاله، وان شاء الله نستنى منكم المزيد خلال الفتره القادمه. الف الف مبروك للمصريين جميعا الحقيقه، هذا الفخر الرائع اللي احنا شفناه النهارده يستحقوا كل التكريم وكل الاستقبال الرائع. انا متاكد ان الدوله لن تترك هؤلاء اللاعبين الا لما يكونوا ان شاء الله اجمد واجمد خلال الفتره اللي جايه. الف مبروك لمنتخبنا القومي لكره اليد، هذا الانجاز التاريخي وهذا الانجاز الرائع. شرفتونا، كنتوا دايما رجاله.